الكلمة الآن للسيد مقرر لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية لتقديم مول خاص لتقرير اللجنة. الرئيس وزع، ولكن القانون الداخلي تيقول خصو يقدم. شنو؟ مقرر اللجنة الداخلية. ما سمعتش. مثال المقرر. ايوا سي تفضل. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدة السادة النواب. لقد وزع التقرير السيد الرئيس. شكرا. هذا لا يكفي، القانون الداخلي تيقول تقديم التقرير. ملخص ديالو، ما تنقولش قدمه كله. ملخص. كاينين الناس والرأي العام اللي كيتبع باغا يعرف شنو كاين. السيد الوزير قدم، حتى حنا خصنا نحترموا القانون الداخلي. غير ملخص. مرحبا. خص من الآن فصاعدا نبقاوش نكتفي ونقولوا راه توزع. هاد الشيء ماشي عليك أنت، الجامع. غير تلخيص عافاك. خاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمون، حضرات السيدة والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أعرض على أنظار المجلس الموقر تقرير ملخص تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية حول دراستها لمشروع قانون رقم 25/10 يتعلق بتهيئة استثمار موقع بحيرة مرشيكة، حيث أبرز السيد الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن الأوراش الكبرى والمشاريع التنموية الضخمة التي تحظى بعناية صاحب الجلالة نصره الله، والتي تعتبر مفخرة لحاضرة الناظور خاصة والجهة الشرقية والمغرب بصفة عامة، نظرا لتواجده على مقربة مدينة مليليا وأوروبا. وسيتم إنجاز هذا المشروع على مساحة تقدر ب 2000 هكتار، حيث سيشكل قطبا تنمويا يأخذ بعين الاعتبار كافة الاهتمامات الاقتصادية والسياحية والعمرانية والإيكولوجية والبيئية للمنطقة. وفي إطار المناقشة تم التنويه بهذا المشروع الذي يشكل قطبا تنمويا اقتصاديا وسياحيا ستكون له انعكاسات إيجابية في محيطه وعلى المستوى الوطني كذلك، كما تم نعالي العناية الملكية بهذه الأوراش المهيكلة والضخمة، مستحضرين بعض الأمثلة منها: مشروع ميناء طنجة المتوسطي، تهيئة استثمار ضفتي أبي رقراق، طرق سيارة وغير ذلك من المشاريع التي شملت العناية المولية. كما أثاروا بعض الملاحظات المتعلقة بضرورة استحضار جانب الحكامة في تدبير هذا المشروع لتفادي المضاربات العقارية ومنح تعويضات عادلة في حالة نزع الملكية، كما تمت إثارة إشكالات التي طرحها إحداث الوكالات لتسيير بعض المرافق مثل هذه المشاريع فيما يتعلق بنزع بعض الاختصاصات من الجماعات المحلية، حيث أوضح السيد الوزير بخصوصها أن فيما يتعلق بضمانة نزع الملكية وحماية حقوق الخواص احترام القوانين الخاصة بالتعمير واختصاصات الجماعات المحلية، أن المشروع قانون الذي بين أيدينا يتضمن أجوبة وضمانات لكل هذه الانشغالات. وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن اللجنة شكلت لجينة عهد إليها بتحسين صياغة مواد هذا المشروع، كما تقدم فريق العدالة والتنمية بتعديلات تم سحبها جميعها أثناء عمل اللجينة وأثناء جلسة التصويت في اللجنة. وللتذكير فقد تم عرض مشروع قانون 1025 الذي يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مرشيكة على التصويت كما عدلته اللجينة واللجنة، فوافقت عليه اللجنة السيد الرئيس بالإجماع. وشكرا. شكرا السيد المقرر.